وين بدنا ناكل اليوم؟ اليوم رح نروح على لو كارافيل، رح ناكل ونقضي نهار حلو. وعرفكن على هيدا اللوكيشن. لو كارافيل فاتح بالمنصورية، وهيدا المطعم هو دون سايمون، كمان بقلب اللوكيشن يلي نحن هلأ فيها. بقدم كتير أكل طيب، حأترككن الأكل لآخر الفيديو، وبهذا الوقت رح أعرفكن أكتر على اللوكيشن. فيكن أكيد تكونوا عم تاكلوا، تعملوا ميتينج، حتى كمان فيكن تتسلوا تلعبوا بليار وبيبي فوت. ومن المطعم رح نطلع سوا نشوف الأوض. في كتير أنواع أوض رح نبرم عليهم هلأ، أو بالأحرى رح نبرم على كم نوع منهم. أول أبارتمنت مؤلفة من أوضة قعدة، مطبخ فولي إكويبت، وغرفتين نوم مع حمام بيجي بين الغرفتين، وأكيد في خزاين لإذا عيلة حابة تقضي فاكيشن طويلة عندن أو حتى تستأجروا لموسم كامل. وفي كمان هيدا الجنينة يلي هي برايفت لهيدا الأوضة. الشقة التانية يلي عم نشوفها هي شقة فيها صالون أكبر شوي ومؤلفة من أوضة واحدة بس، وعندها التويلت الخاص لإلها. شوفوا شو مهضومة الفوطة عليه، بتفكروا مراية بس هو تواليت كله جوا، وحتى في خزاين كمان أكتر. الحلو بهيدول الشقق يلي عم نشوفهم انه خزاينهم كتير واسعين، لحتى اذا بتكون تقضوا عطلة طويلة يقدروا يساعدكم كل اغراضكم. وهذا الحمام للضيوف، وكمان عنده تراس برانة. وهلا عم نشوف الاستوديو يلي اكتر شي بياخدوه الطلاب تبع الجامعات، لانه هو مؤلف من اوضة نوم مع كيتشنات صغيرة داخلها وحمام وطاولة كمان. تركتلكن التراس برا مع الجنينة لتشوفون اخر شي. كل سكشن فيها مقسمة، هي برايفت نوعا ما اذا بدكن، حلوة انه كل خمسة او كل جروب فيهم يكونوا عم يدرسوا، يتغدوا، يقضوا نهار، حتى يعملوا ميتينج برا بالطقس الحلو. لو كارافيل بيستقبل جميع المناسبات يلي عندكن اياها، من بروبوزر، قربانة، تخرج، او حيلا شي، حتى اعراس كمان بيعملوا عندن، بساعة تقريبا 350 شخص. واحلى شي بكل هيدول انه بهالقد مطرح قريب على المدينه، بتحسوا حالكم كانه طلعتوا على الجبل، من الخضار اللي حواليكم، الطقس الحلو، العصافير اللي عطول عم تسمعوا صوتهم، والرواق اللي عندهم اياه. وكمان بتقدروا تقضوا نهار على البيسين، تتشمسوا وتتسبحوا بهيدا اللوكيشن. ويلا سوا نروح ونشوف الاكل الطيب اللي نحن طلبناهن. طلبنا من عندهم تاكيس برجر، لودد فرايز، وكريسبي ساندويتش، وكانوا سوبر طيبين. ماي فيفورت هي تاكيس برجر. واذا كنتوا نازلين عندهم باي ابارتمنت وعايزين اي غرض، شوفوا لي هالقعده الحلوه، حد كان كتير كبير، في بتلاقوا عنده كل شي ما قلت فكروا فيه. وكمان في اكسس للناس من برات الكارافيل، اذا بحبوا يقطعوا ياخدوا اي شي كمان بيقدروا يمرقوا لعندن، منو برايفت. هذا اللوكيشن من المحلات اللي كتير حلوة، ويعني مستحيل تعوزوا شي وما تلاقوا عندن. يعني لكل يلي ما قلو جلد يسوق مسافات بعيدة ليوصل على الضيعة ويقضي الفاكيشن، ما قلكم غير الكارافيل.